مرحبا بكم مره اخرى في بلاتويت برنامج الماتينا. قبل ما نعطيو الكلمه للي شيف اش قاولكم نشوفوا سبوت الخاصه بجويس. نعطيو لصفية تعطينا معلومات على جويس. جويس ديما نذكروا انه موجود في 3 بوانت فونت سكره بحذا نادي الحرس الوطني نابل وياسمين الحمامات. باج فيسبوك جويس، باج انستغرام جويس اوفيسيال، لو سيت ويب www.joyce.in باش تاخذوا اكثر فكره على لي زارتيكل ولي سولد ولي برومو اللي عندهم. امشيو سور بلاس وزاد كيف كيف يعملوا راهم الفونت اون ليني، دونك تنجم تعدي الكوموند بتاعك توصلك حتى كش الباب دارك. مشكوره صفصوفه. الوغ نعطيو الكلمه للي شيف. مرحبا، وصلنا الختام فاطمه. مرحبا بكم مشاهدينا، باش نعاودوا نذكروا بعناوين اطباقنا. الشيف فتحيه حضرتنا لام علي هي تحكي لنا على مقاديرها. الوغ ام علي هي حاجه سهله نتاع ريسيكلاج، احنا نرسكلو فيها ساعات خبز البيت، نرسكلو فيها البغيوش كي نشريو كروسون، نشريو بان بغيوشي، ساعات يقعد يبات يشيح، راهم حتى شيء ما يتلوح، كل شيء اون بو لو ريسيكلي. انا خذيت البان دومي واحنا ديما نستعملو ياسر بان دومي في رمضان، جيت فرشتو اللوطه في الطبق نتاعي، حطيت عليه شويه حليب وسكر، من بعد حطيت عليه كروسون بيتين شقيتهم في اثنين، حطيت عليه شويه فاكهه بوفريوا ولوز، سقيتهم بالحليب مع شويه سكر زبيب، ومن بعد عودت فرشه اخرى بالبان دومي. البان دومي الاخراني اللي نحطو نقصو نزينو كيما ارباع كيما هكايا، ومن بعد نعمل لها وجه مزيان كمان باش وقت اللي تقصوها تبدا باقي عندها منظر لايق. من بعد نجي بعد هذايا حطيت لها بعد فوق الكراسون كيف كيف فاكهه وزبيب. اخر فرشه حطيت لها كريم فريش ليكيد، حطيت لها امون ديفيلي كيما تشوف فيها كورق باش كي تدخل للكوشه تحمر بالقدا، نغطيها مليح بالكريم فريشه تشرب هذاك الكل، نحط لها شويه زبيب وتتحمر في كوشه سخنتها 220 مده تقريب 10 دقائق ماكسيموم، دوبا تشوفوا زبيب ولا احمر وحراف الخبز ولا احمر، تركحوا عليها خاطر الكريمه هذيك تبشمت شويه الخبز، تبدا فيها تقرمشه بين الفاكهه وبين حراف الخبز والمطعم الحليب اللي فيها تولي كايني وسطها بالكريمه، حاجه بنينه ياسر انا متاكده اللي باش تعجبكم. نقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله في دبرة أخرى. يعطيك الصحة شيف فتحية على الأم علي هذه المزيانة. أنا مشاهدينا حضرت ثلاثة أطباق، الطبق الأول كان الكريمة بالقرع، دونك شفنا كيفاش حضرنا الشوربة نتاعنا اليوم بالقرع الأخضر معها شوية بطاطا وشوية بصل معاهم زيت نجمة دو بلوس، وحطيت معاهم شوية زبدة، فوحتهم ملح فلفل أكحل وشوية ثوم، مرقتهم خليتهم طابوا، من بعد رحيتهم معاهم شوية كريم فريش. بالنسبة للطبق الثاني كان طاجين الغنجة اللي بالبتنجيلة والدجاج، وحطينا في وسطه الفخوماج البنين من عند مرياح. بالنسبة للسلطة، سلطة اليوم اخترت تكون صحن تونسي، حطيت فيها سلطة مشوية، سلطة حورية، وتنجموا تزيدوا فيها سلطة خضراء، تعملوا فيها بطاطا، شوية تن من عند البدر، وشوية فخوماج إدام من عند مرياح، هكا تكمل الصورة وتزيين السلطة. إن شاء الله هالأطباق هذه مشاهدينا تكون عجبتكم، أكثر تفاصيل عليها تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك الماتينال، وكل يوم خليكم زادة معانا برانشي على قناة 9 في نفس التوقيت باش تلقاو برنامج الماتينال نقدم لكم فيه أعز دبارة. إلى اللقاء. يعطيكم الصحة اللي شيف، مشكورين. قبل ما نمشيو لياسيرة شخالكم نشوفوا اسبوت الخاصة بالنطخ ديكوراتور اللي هو المرقوم التونسي اللي نعود نذكر قبل ما نشوفوا سبوت، اللي هو تلقاوه في طريق بنزرت مقابل الشرقية، وتلقاوه في طريق المرسى مقابل السفارة الأمريكية. تليفونهم تلقاوه على الشاشة، واللي تحب تسمعوا زادة من عندي تليفونهم اللي هو سيدك بن سيدك 20118780 20118780. نشوفوا سبوت وبعد نرجعوا. المرقوم ريحة البلاد وتاريخ الأجداد اللي حقوا الأمجاد وخلوا الخير لولاد لولاد،
المرقوم، المنسوج، الحولي، العنبر والعود، البخنوق، الكليم والسالف المقدود، حوته وخمسه وقرن غزال ومحلى سخامه الالوان، رقمه الجهاد وسخامه العادات، ايديه وصنعه وصاحب صنعه خير من صاحب قلعه، منتوج 100% تونسي، مرقوم الخير بصوابع حرير. في بالكم ملي صغيراتنا ينجموا ونجموا نفرحوهم دي جوي يعملوا الكيف اللي باش يعجبوهم برشا وباش يتعلموا منهم برشا حاجات وعلاش لا يقعدوا لهم دي سوفنير. دونك اليوم لابليكاسيون ياسير اكسبريس شنو توفرنا وتحط على ذمتكم في لابليكاسيون ياسير اكسبريس روبريك كامله خاصه باللي جوي بور لي انفون. دونك تنجموا تهديوهم في العيد، في معناتها في العيد ميلاد نتاعهم، في اي مناسبه اخرى تنجموا تهديو صغيراتكم لي جوي هذوما اللي تلقاهم على ابليكاسيون ياسير اكسبريس. تنجم تكمانتي لي جوي هذوما وليفغور يوصلهم لك وين انتي. مشكوره ياسير اكسبريس. صفصوف. دونك فاطمة انا بدي لازمني نشكر اللي لابسوني اليوم ونبدا باللي لابستني اجابه المزيانه هذيا اللي هي لا كرياتريس شيماء بنجيلاني اللي عندها لا مارك والا البراند ارتيزانات. البوتيك نتاعها موجوده في باردو بحدا استاد نتاع باردو. دونك باج فيسبوك وباج انستغرام ارتيزانات يعطيها الصحه على الخدمه المزيانه والهيله هذيا. الالوان ياسر مزيانين، تعمل حاجات سور ميزور للعرايس. دونك ما غير ما تخاموا نيزيتي با وادخلوا على لي باج ولي ريزو سوسيو نتاعها. دونك سي معامل فيا انا. نشكر كيف كيف حبيبه جولري على لي اكسسوار. خليني نوريكم لي اكسسوار هذوما اللي لبستهم انا اليوم من عندها، وديما نلبس من عندها حاجات مزيانين على الاخر واللي هما هاند ميد، كل شيء باليد مخدوم باتقان وبجوده عاليه على الاخر من لي بريز من لي بيير بريسيوز. دونك يعطيها الصحه على الخدمه المزيانه. باج فيسبوك وانستغرام حبيبه جولري اللي موجوده في لاك ان في اوتيل لو كونكورد. كما نشكر لارتيست كوافيريي من بور لا ميزون بوتي واللي نلقاوها في حي الواحات العوينه. باج فيسبوك اي انستغرام لارتيست كوافيريي من. اي فينالمون نكمل بشكر جويس اللي ديما نلبس من عندهم تيلت الموسم هذايا من برنامج الماتينات، نلقاو فيه حوايج نساء والصغيرات والرجال. لا نوفيل كوليكسيون تاع العيد هابطت للصغيرات والنساء. دونك نيزيتي با ادخلوا على لي ريزو سوسيو نتاعهم، باج فيسبوك جويس، باج انستغرام جويس اوفيسيال، اي لور سيت ويب www.joyce.tn. مني نقول لكم ان شاء الله شيء طيبه وبنينه وملتقانا ان شاء الله يا فاطمه نهار الاثنين باذن الله. انا بدي نشكر سنت خليستيك باك ستيج، تلقاو في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج، تلقاو تليفوناتهم تطلبوهم تعملوا الرونديفو نتاعكم وتعرفوا لي فورفي الموجودين. كما نشكر دوجا اللي تلقاو على باج فيسبوك نتاعها دوجا، هي اللي تلبس فيها على طول شهر رمضان. كتشوفوا في اللبسه اللي نلبس فيها هي اللبسه نتاع كل يوم، كتنجم تخرج بها تقضي بها تقعد في دارك وانت محلاك بها، تخرج حتى تمشي نقولوا احنا تعشي ولا حاجه ولا تشق فترك عند عباد اخرين، تلبس لبسه مزيانه بامضاء دوجا. تليفونها هو 53 726 236، وتلقاوها في شارع البيئه المسعدين في سوسه. نشكر زيد انزو شوز، نلقاو في المنزل 7 باج فيسبوك انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. نعاود نذكركم اللي هما كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده، عندهم انستغرام خاص بالانزو شوز كيدز، تلقاو في صبابه الصغيرات وراه اي حاجه تكمانديوها توصلكم حتىكش قدام باب داركم. ميرسي زاد سي اندم اللي تلقاوها في طريق سكرة، باش فيسبوك وانستغرام سي اندم سكرة. نعاود نذكركم اللي عندهم حوايج الصغيرات تنجموا تفرحوا بهم صغيراتكم للصيف وللعيد لاي جو، كا عندهم برشا حوايج مزيانين كيف كيف اسوام معقوله جدا. ميرسي فريق الاعداد، ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقنا ان شاء الله نهار اثنين، شهية طيبه. سرنا المحبة سي كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جبن مرياح علاش ليه؟
تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تريبليكس غاسترو من مخابر لونفول فارما متوفر في جميع الصيدليات.